الآن بنتعرف عليها أيضا كمغنية، وعشان نعرف تفاصيل أكثر إلهام صارت ريدي معانا الآن على سكايب. مساء الخير إلهام، إن شاء الله تكوني بأفضل حال. أول حاجة أهنيكي بمناسبة اليوم الوطني لبلدنا الغالية، وإيش تحبي في البداية تقولي كلمة بهذه المناسبة؟ مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم، كل عام ووطني وشعبي وقيادتنا بألف خير، كل عام وحنا عندنا هذا العز والفخر، كل عام وحنا في أمن وأمان، الله يدوم علينا إن شاء الله طول العمر، كل عام والإم بي سي قناة كل العرب بخير إن شاء الله يا رب. طيب إلهام يلا نخش على الموضوع، أنت فاجأتينا وفاجأت الجمهور فجأة كده في يوم وليلة، لقينا إلهام نزلت أغنية وكليب بمناسبة اليوم الوطني اسمها على طريق. الأغنية في يوم واحد جابت أكثر من 100,000 مشاهدة، يعني صراحة شيء جميل جدا. خلينا نعرف منك كيف جات الفكرة، وانت يعني هل انت اصلا بتغني من زمان ولا ايش؟ لا هو علشان احنا لا نربك الناس، ترى الموضوع كان هي مجرد كان اقتراح وفكرة، حابة اني اطلع للناس بشيء مختلف، اعيش هذه اللحظة، لحظة الفرحة بهذا اليوم الوطني، هذا عرس وطني. وكنت حابة اني يعني في سنوات ماضية كنت دائما انزل بصورة معينة بزي معين، في هذه السنة كنت حابة اقدم شيء مختلف للناس يعني، فكنت اتناقش مع اشخاص قريبة مني، انا حابة انزل بفيديو كليب للوطن، لأن أعتقد الكلمة لما تطلع من القلب تصل للقلب بسرعة يعني، فما بالك لا وصلت لي إلهام بنغمة وصلت بنغمة وموسيقى تثير الشجن في النفس. فلذلك جات فكرة أغنية أو فيديو كليب على طريق، طبعا كان فيها شغل جبار، شكرا على كل القائمين على هذا العمل من المنتج والمنفذ وكل من مشارك. على فكرة أنا ما ودي أطلع للناس أقول أنا اللي مغنية وأنا اللي كذا، لا هي فكرة في عمل متكامل في شغل للمجاميع، فشكرا للجميع أن شاركوني هذا اليوم. هذه يعني سموها فنانة شاملة إلهام، يعني بتغني وبتمثلي، يعني ما هي غلط يعني. لا أنا ما لي علاقة بالغناء، أنا ما لي علاقة بالغناء ولا راح أدخل هذا المجال. طيب يعني طيب أنا خلوني ممثلة. طيب يعني هلا أنا كان سؤالي الثاني إذا راح تروحي للغناء، قلتي لا، بس عن جد ما خفت انه هلا يطلع لك حدا ينتقدك يقول له ايه هاي بتعرف تغني بدها تعمل؟ لا راح اقول لك شيء مهم، انا ممكن ادخل هذا العالم بس ما اقدر اقول عالم الغناء، انا ممكن مثلا في مثل هذه المناسبات في اعمال للاطفال مثلا، في للمسرح اغاني مثل هذه سكتشات مثلا، الى اشياء بسيطه تتطلب دور ان انا اغني فيه ممكن اني اشارك كمغني بس صوتك حلو يعني صوتك حلو أنا صوتي حلو. اطلعينا بالله. أنا مجرد طلعينا طلعينا شوي بالكوبلي الأول. هي لازم نسمع لازم. خلص طلعينا بالكوبلي الأول. أنا بالأغنية على طريق. لك على لك شو؟ حصرياً على ترند. هردونا قدام العالم، هردونا يلا مش مشكلة. طيب أوكي راح نقول الكوبلي الأول علشان خاطرك بس. يلا. على طريق. على طاري مشارنا وأمانينا، على طاري نبي نحكي هواك بكل ما فينا. والله حرام والله حرام حرام ما تغني حرام يعني. أول فانز عندك فزازة يعني حرام ما تغني. والله دخلت قلبي سمعت الأغنية، أنا ارتبكت مو بس الأغنية حتى الكليب كله كان مرة كذا يعني يفتح النفس تعرفي. بس أنت من الفنانات السعودية على فكرة اللي عندك اندفاع لقضايا المرأة وتمكين المرأة وبتعبري عن هالشيء من خلال أعمالك، وأخيرها كان مسلسل مخرج 7 في رمضان الماضي. فيعني أنت كسيدة السعودية كيف بتشوفي المملكة مع رؤية 2030؟ مش الهام اللي تتكلم اليوم، مؤسسات عالمية وأرقام وتقارير تنزل عالمية تتكلم اليوم عن دور المرأة السعودية. دور المرأة السعودية كان حاضر من زمان، لكن اليوم صار في تسليط الضوء، أخذت المرأة حقها. والهام اليوم أيضا كجزء بسيط وفرد صغير في هذا المجتمع جالسة تحاول تثبت نفسها. اليوم ما أخفيكم سرا كان عندي مناسبة لإحدى الجمعيات لدور الأيتام، كمية النساء العاملات مثل هذه الأشياء اللي تخدم الوطن والمواطنين موجودة المرأة فيه وحاضرة جدا في المملكة العربية السعودية، لكن كنا نحتاج فقط تسليط الضوء على هذا الإبداع اللي صدر من المرأة. اليوم توجنا
بملكنا وتاج راسنا وعزوتنا وظهرنا سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اللي وجه له هذه المحبة والتقدير والشكر، وأمير الشباب أميرنا وتاج راسنا أيضا أخونا وسندنا أمير شباب سموه محمد بن سلمان، اليوم أعطونا حنا النساء فرصة كي تصل رسالتنا للعالم، فالحمد لله قدرنا والجاي أجمل بإذن الله. صراحة ما شاء الله، يعني بدون ما تتكلمي إلهام باين جدا عليك السعادة والفخر والاعتزاز حقيقة يعني. صحيح. طيب خلينا أنا أفتخر بنساءنا جدا، وإحنا كلنا نفتخر بالمملكة العربية السعودية وبنساء بلدنا الغالية، وفيكي أكيد وفيكي. أنا نفتخر فيكي. طيب أنا إلهام أنا منصرة للمرأة جدا. يلا إلهام خلينا نتكلم معاكي نتكلم معاكي شوية عن المشاريع والأعمال الفنية. أنت كنت بتصوري فيلم جديد ونبغى نعرف منك كمان تخبرينا تفاصيل عن دورك واللوك، لأنه شفناكي على السوشيال ميديا بعض الأشياء اللي شاركتيها الناس. طبعا يمكن الناس تعودت مني دائما أحاول أخرج عن المألوف أو الدائرة المتعارف عليها، أحب شغلي جدا ومجنونة بالفن، لذلك كان عندي عرض لفيلم عائلي كوميدي اسمه بلال السادس اللي تم تصويره في مناطق المملكة العربية السعودية. هذا ميزة الفيلم غير أنه كوميدي وقصة نوعا ما فانتازية، قصة ست شباب ضاعوا في جزيرة وفي كوميديا جميلة وساخرة نوعا ما، إلا أن الجمال الأكبر في هذا العمل أنه صور 100% في المملكة من الجنوب إلى الشرق إلى المنطقة الوسطى. حاولنا نستهدف الجغرافيا اللي تحتويها المملكة، في عندنا جغرافيا عالية وتستقطب سياح جميلة، لذلك حاولنا من خلال فيلم بلال السادس اللي راح يعرض إن شاء الله على شاشات السينما في نهاية السنة أو بدايات السنة. العمل طبعا كان شبابي، طلعت لكم بهذا اللوك بحكم انه يتحمل الشخصيه بدريه طبعا شوي إيه. شخصيه متفاعلين بك كثير الهام، العمل كسر الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله الهام. يعني بتعرفي واحد لازم يكون عنده رفيقه مثلك، لانه ما شاء الله عليك اكتف كثير، يعني دائما الواحد يكون عنده وحده مثلك، لانه كمان عرفنا انك رح تتجهي للاعلام ورح تقدمي برنامج تلفزيوني. شو البرنامج؟ شو تفاصيله؟ ما شاء الله في كشف اسرار هنا يا جماعه، ما اتفقنا على هذا الكلام. لا نحن كل شيء بيطلع على الهواء. تعرفون الاسرار اللي جايه بعدين؟ ما تقولي لنا، قولي لنا شو البرنامج، عن شو؟ هلا شوف انا ما تم الاتفاق 100%، ولكن جاني اكثر من عرض الى تقديم برامج شبيهه بالهام وروح الهام، الطابع المرح. يمكن الناس تعودت على الهام الممثله بادوارها الدراميه، ولكن انا يمكن بالصعيد الشخصي للمتابع الالهام وحياه الهام يشوفونها شوي اكتف مثل ما تفضل، حركه سريعه، واحب الحياه واحب الايجابيه واحب الابتسامه والسعاده، فلذلك عرضت علي برامج رياليتي حيكون عنك؟ لا مش عني، هو فكرة برنامج ما ودي أحرق لأن للآن ما تمت الموافقة والديل 100%، أخاف أني أستبق الأحداث، لكن جالسة تطبخ هذه بحكم أن أحب الأكل، يعني حتى أمثلك على الأكل جالسة تطبخ القضية على المهل. يعني احنا في انتظارك إلهام، وطبعا في الختام نشكرك شكر جزيل على إطلالتك معنا ووجودك معنا اليوم في ترندك بمناسبة اليوم الوطني، وكل التوفيق لك في أعمالك الجاية. شكرا إلهام. الله يسلمك. باي باي.